بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة معانا مع الدرس رقم 84 من دورة كتب لي ميديا ستوديو الإصدار الثامن تحت رعاية موقع وقف أونلاين دوت كوم. إن شاء الله يا إخوانا ناخد النهاردة مثال برضو، هنتكلم على سوبر ماركت. مثال بسيط مش زي ما أنتوا فاكرين. عبارة عن إيه؟ طبعا السوبر ماركت مش هن... إحنا هنحط بس مجموعة من التشيك بوكس، تمام، المستخدم هيختارها، كل سلعة بسعر، وفي الآخر يكتب له السعر الآخر. طب تعال نشوف أهو، مثلا عندي هنا تشيك بوكس، تمام، نبدأ نعدل فيه، هتفهموا الفكرة دلوقتي إن شاء الله. ولكن هنا مثلا الجبن، تمام، طبعا نخلي لغة عربية، طبعا خلي بالك انا دلوقتي مش هعمل يعني مثلا تقول لي ايه، طب هل هيبقى مثلا كيلو جبنة او نص كيلو جبنة، تمام، احنا هنتعامل دلوقتي بالطريقة العادية. خلاص هنختار برضو هنا العسل، هنا مثلا الخبز، تمام، ومثلا كمان ايه تاني، المربى، وتاني مثلا السمك، تمام. وعندي هنا ليبل، لاحظ هقول له هنا السعر، تمام، يساوي صفر، صح؟ لحد دلوقتي السعر بيساوي صفر، ده شيء جميل. كل ما يختار سواء بينهم، كل ما يبدأ يختار المستخدم او زي السوبر ماركت واحد كده، يبدأ يضيف له السعر بتاعه هنا كده. خلاص يبقى السعر مثلا مثلا ويكون الجبن ب 10 جنيه مثلا، تمام، او 10 ريال او 10 دينار اي شيء، تمام. طيب كده مثلا يبقى 10، طيب لو شلتها يبقى ايه، يقلل 10. حتى هنعملها ازاي؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قدامك حل من الاتنين، لا اما تحط في كل واحد سعره، لا اما تعرف الاسعار بره. تعال نعرف الاسعار بره. خلاص تعالى مثلا ان شاء الله هناخد في، طيب في حاجه اسمها جلوبال فانكشن، هنعرف يعني ايه جلوبال فانكشن. هنيجي في اول الصفحه في البرولود بتاعها، عارف اهو، برولود الصفحه، هقول له هنا جدول بتاعي، هقول له هنا مثلا برودكتس، المنتجات بتاعتي، تمام، بيساوي جدول عندي برودكتس دوت مثلا تشيز، يساوي مثلا سعره مثلا وليكن، هنبتدي لكل واحد 10، يعني نبتدي ايه، يبقى ده 10 20 30 40 50، تمام، 10 وبرودكت دوت هاني، تمام، يساوي 20، وهنا نقول له برودكت دوت بيت يساوي 30 دوت جام يساوي 40 يساوي 50، تمام. يبقى كده بفضل الله عملت سعر كل صنف فيه. طيب تعالى بقى ناخد دول كابي معانا كده. اللي انا هعمله ايه؟ اول ما اختار ده
خلي بالك هنا، فاكر التشيك بوكس قلنا ايه؟ عن في سكريبتين، تمام، اون كليك في الحدث، في عندي سكريبتين اشوفه اتشيك ولا مش اتشيك. خلي بالك اتشيك ولا مش ايه اتشيك. هاجي هنا خلي بالك هقول له اف، خلي بالك معلش هخلي دول دلوقتي حاليا هقول له السعر يساوي اهو ليبل لوحده، واجيب ليبل تاني اكتب عليه صفر. خلاص اكتب عليه صفر، تعال نظبط ده. تمام، السعر يساوي وهنا صفر اهو. هقول له هنا الجبن، الجبن خلي بالك هقول له ايه؟ ايه اللي هيتم؟ هضيف، هشوف، خلي بالك لما اضغط عليه هشوف انا عملت له تشيك ولا ان تشيك، اخترته ولا عكست الاختيار. لو اخترته هزود على السعر 10، لو ما اخترتوش هقلل من السعر ايه 10. وصلت؟ طيب هجيبها ازاي؟ لحظة، في عندنا سكريبت اسمه تشيك بوكس اهو دوت جيت، ها اتشيكت خدناه قبل كده، بيرجع له ترو او فولس. خلاص طيب هقول له هنا، استنى استخدم اف بقى، هقول له اف لو تشيك بوكس، انا طبعا شغال في تشيك بوكس واحد، تمام. طب تعال نسميهم، نعمل ده كومنت، تعال نسميهم ده تشيك بوكس تشيك بوكس تشيز تشيك بوكس اني بريت جام فيش تمام. طيب على هنا خلي بالك بقى هناخد حاجة جديدة دلوقتي، بس في الآخر إن شاء الله هعمل لكم كومنت. لاحظ هو اتغير لوحده، لو هو checked بيساوي يساوي ترو معنى كده المستخدم ايه؟ اختار زين، هزود على السعر، هزود ايه على السعر. طيب هعمل ايه؟ اول شيء هجيب خلي بالك ليبل الايه، نعمل دوكمنت ليبل البرايس اهو، هسميه ليبل، ليبل برايس تمام. هقول له هنا زين اهي، هجيب متغير ليبل البرايس بقى، هقول له برايس او ان برايس بيساوي سترينج، طبعا حوله الرقم الاول تو نمبر، هقول له ليبل دوت جيت تكست، واختار من هنا الليبل الايه، ليبل برايس تمام كده اخترته. خلاص طيب وحولت الرقم، هقول له ان برايس بيساوي ان برايس القديم زائد ايه، زائد 10. طيب واحد يقول لك طب ما انت عرفت الجدول ليه؟ تمام قدامك حل من اتنين، لا اما نعرف الجدول او نكتب بقيادة احسن، يبقى احنا مش محتاجين الجدول. خلاص مش محتاجين، مش مشكلة. خلاص طيب else معنى كده اللي هو عمل ايه، ها احسنت عمل ايه. طيب ما نعرف ده فوق ومش هتفق، تمام كده كده احسن هنحتاجه، سواء استخدمت ما استخدمتش انت في الاول بتجيب الايه البرايس وتحوله رقم. طب لو هو زود، لو هو عمل عليه تشيك يزود 10، نعم انت. طب لو ما عملش عليه تشيك يبقى تنقص 10. وصلت؟ بس خلاص وصلت. تعال نجرب، لاحظت؟ طيب تمام، اه انا زودت عليه بس ما حطوش، تمام انا زودت عليه ما حطوش، هقول له ليبل
دوت سيت تكست ليبل برايس، وتحط التكست ايه ان برايس. واحد يقول لك طب ما انت ممكن تعملهم في خط واحد، اقول لك ماشي. ليبل سيت برايس تقول له ان برايس زائد 10، مش ان برايس الجديدة، هي هتلاقي زودت عليها 10 اهو، ممكن تاخد دول اهو وتمسح ده، نفس الفكرة، تاخد ده اهو وتحطه ناقص 10. تمام، تعال نجرب. طيب لاحظ، تعالى شوف، انا قلت له لو هو بيساوي ترو، انا خدت كات. ناخد ده كوبي، حط هنا، وده زائد 10. طبعا السعر استحالة يكون سالب 10. تمام، ينفع ان انا اخد الكود ده كله، الكود ده كله واحطه هنا؟ قال لك ينفع، بس هيبقى عندك مشكلة. ايه هي؟ انت بتقول له هات لي الليبل بتاع ليبل برايس، بس انت هنا بتقول له ها التشيك بوكس بتاع التشيك بوكس بتاع تشيز. يعني انت فاهمني، لما تضغط هنا تمام يشوف لك التاني. يعني لاحظ لو انا ضغطت هنا، انت بتقول الكود هنا بقول لك ايه، لو سمحت شوف لي التشيك بوكس بتاع التشيك بوكس بتاع الجبنه تشيز، تمام متغير ولا لا، تمام متغير ولا لا. طيب لاحظ مش هيحصل في اي شيء اصلا، تمام هو بيقلل 10 ليه؟ لان بالفعل ده مش معمول تشيك، فبالتالي انت كل ما تعمل له كده ها بيقلل 10. طب لو اخترته هيزود لك، لاحظ 50 40 ليه؟ لان هو بيشوف ده مش بيشوف نفسه. قال لك هنحط بقى شيء دلوقتي، حاجه اسمها this، كلمه محجوزه يعني this. صلى على النبي، صلى على صلى. يعني لو انا لاحظ انا دلوقتي مختار في الليبل هشيل ده واقول له this، يعني ايه؟ يعني لما اقول له تشيك بوكس جيتس شيكد زيس، اللي هو اللي انا ضغطت عليه، يبقى زيس هو الكائن اللي انا ضغطت عليه. لو ما عرفتش اسمه ممكن اخد الكود ده كله واحطه كوبي بيست في مكان تاني بس بتغيير السعر. وصلت يا اخوانا؟ يعني زيس ممكن تحط في زرار تضغط عليه مثلا، يعني مثلا ايه، هجيب زرار اهو خلاص، وزرار تاني من نوع تاني اهو، لاحظ اقول له ايه اهو هنا، او زرار تاني خليه من نفس النوع كده، لاحظ هقول له ايه، بوتون دوت سيت تكست، حط النص بياخد منك متغيرين اسم الزرار وتكست. طيب انا مش عايز احدد اسم الزرار، هقول له زيس. ليه؟ يعني الزرار اللي انا ضغط عليه خلي النص بتاعه مثلا 100 او 1000 مثلا. خلاص، خد نفس الكود ده وحطه هنا. طيب شغل بقى البرنامج بتاعك، لاحظ لما اضغط هنا بقى 1000، مع اني ما كتبتش اسمه بس انا قلت له زيس، يعني اللي هضغط عليه كده، وهنا زيس. وصلت؟ طب دي هتريحني هنا ايه زيس؟ قال لك طب ما انت تاخد الكود ده كله كوبي بيست اهو وتحطه هنا زيس، يعني لو انا ضغطت على ده يبقى الاكشن هيتم اللي انا ضغطت عليه بس، وتغير هنا. مش انت قلت ده ب 20 بس؟ خلاص تمام، الخبز اهو. وصلت الفكرة؟ يعني زيس بيعوض عن الزرار اللي انت ضغطت عليه ده. 30 الاشغلة، بس مش الدرجة، يعني المربع. 40 السمك، 50 تمام. لاحظ 10، واختار مثلا ابو 30 يبقى 40، واختار ابو 50 يبقى 90. وصلت الفكرة؟ طيب
هشيل ابو 50 يبقى 40، واختار مثلا ابو 40 يبقى 80، هشيل ده واحط ده. وصلت الفكرة يا اخوانا؟ يبقى كده بفضل الله عرفت اختار شيء او نعمل فكرة، يعني تغيير فقط لحتة ايه اللي تشيك وعدم اللي تشيك، وخدنا الجمع. يبقى ان شاء الله او الجديد اللي احنا خدناه النهاردة ان شاء الله حاجة اسمها this. قلنا this بعوض، بس خلي بالك في حتة، انت ممكن تاخد الكود ما تاخدش الكود ده وتحطه في زرار، بمعنى هو ممكن زيز تعوض في اي كان، اي مهما كان، بس ما تجيش تاخد الكود ده خلاص كبي وتحطه هنا. ليه؟ مش انت قلت لنا زيز بتعوض على المكان؟ اقول لك ماشي بتعوض، بس هل الكود ده ينفع مع الزرار ده؟ ينفع؟ ما ينفعش طبعا. يعني انت فاهمني؟ انت فاهم ازاي؟ اصل انا بقول له تشيك بوكس زيز، هو مين زيز؟ تمام، هو قلل لك لان زيس بالنسبه له مش معروف اصلا مين زيس. يبقى خلي بالك لازم يكون الايه موافق، زيس موافق لده. يعني خلي بالك لو قلت له مثلا بوتون مثلا دوت تكست، بوتون مثلا دوت جيت تكست لزيس، قلت له مثلا ايه بيساوي مثلا التكست بقى مثلا وليكن سترنج فاضي كده، اللي هو بيساوي سترنج فاضي وضغطت عليه يزود ل 10. خلاص انت فاهمني؟ ده كده يقبل، وصلت؟ ده يقبل ماشي. لكن هنا في الحالة اللي فاتت ما ينفعش. ليه؟ هيبهدل لك الدنيا. يبقى خلي بالك لازم الكود يكون موافق تمام للاوبجكت اللي انت حطيت زيس او بتعوض زيس عنه. اتفقنا؟ يبقى الجديد النهارده اللي احنا خدناه ان شاء الله زيس يعوض اهو تعوض تعوض لانها كلمه عن اسم الكائن الذي يتم وضع كلمه وضعها، وضع كلمه زيس في اي حدث من احداث اي حدث بقى، مش شرط اون كليك هذا الكائن، بشرط ان يكون الكود مطابقا لهذا او متوافقا مع هذا، مع كود الكائن، مع كود هذا الكائن. وصلت اخوانا؟ تمام، فضل كده يكون هنا الدرس الرابع. ندخل بقى على شرح، نرجع تاني للبرمجة شوية، ناخد ان شاء الله الدوال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.